بدأ الشاب خالد في التحضير لعمل فني جديد بيجمعه بالموسيقار طلال من خلال أغنية جديدة. الأغنية تتضمن اللغة الفرنسية في الكلمات، وهتكون بتوزيع موسيقي تتضمن آلات موسيقية غربية عالمية، وهيقوم الشاب خالد بتصويرها بأحدث تقنيات السينما. وهيتعاون الشاب خالد في كليب الأغنية الجديدة مع المخرج الكويتي يعقوب المهنة، اللي وضع جهد كبير في تنفيذ العمل واستعان بأهم فريق عمل عالمي متخصص في التصوير. الشاب خالد قام بتسجيل وتنفيذ موسيقى الأغنية في العاصمة الفرنسية باريس، ووضع توزيع مناسب للحن الأغنية اللي قدمها الموسيقار طلال. وقال الشاب خالد أنه سعيد جدا بالتعاون مع الموسيقار طلال، وأنه أضاف له على الصعيد الشخصي والمشوار الفني، ومتوقع أن الأغنية هتوصل لعدد كبير من الجمهور في الوطن العربي. الشاب خالد والمخرج يعقوب المهنة تقابلوا في اسطنبول واتفقوا على كل التحضيرات لتصوير كليب. وقتها اشتغل المهنة على فكرة الأغنية ووضع تصور يليق ويناسب إمكانيات اللحن اللي عمله الموسيقار طلال. الشاب خالد تألق كمان في الفترة الأخيرة بعدد من الحفلات، كان آخرها حفل في مهرجان قرطاج للأغنية واللي حضره الآلاف، وغنى حوالي ساعتين مجموعة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة، وطلب منه الجمهور أنه يغني أغنية دي أكتر من مرة. طبعا أغنية دي من أشهر أغاني الشاب خالد اللي اتعرف بيها، وبيطلب منه في كل حفلاته أنه يغنيها. وبرضه كان في اتهام اتوجه للشاب خالد أنه سرقها، وقام شخص اسمه رابح برفع قضية عليه بيقول أنه صاحب اللحن الأصلي للأغنية. لكن المحكمة برأت الشاب خالد بعد ما قدم للقضاء الفرنسي الشريط الأصلي للأغنية، واللي لقاه مع أحد المنتجين في ولاية وهران. وبعدها القضاء الفرنسي أثبت ملكية الشاب خالد للأغنية وحكمت له بالتعويض كمان.